ناير من السجن في قضيه شهيره، يمكن انا يعني انا اشهر قضيه الزراء اديان في 9 قضايا كان احكامهم 18 سنه، زي ما انا برضو اول واحد في مصر اخد براءتين في الزراء الاديان، ويمكن للاسف اعلامنا ما ذكرش ان انا خدت براءه في قضيه المهدي المنتظر. سعيت لتجديد الخطاب الديني ونبذ الفكر المتطرف، وسافرت 4 دول ومثلت مصر في فرنسا ساحه التفجيرات الشهيره في نوفمبر 2015، برضو كان من غير اجر. بعد ما خرجت من السجن انا بفكر ايه المجال اللي اقدر اشتغله بعيد عن موضوع الفكر الديني، فكمان عرض عليا